قناة نادي الجراد العالمي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعي قناة نادي الجراد العالمي. جيتكم اليوم بواحد الفيديو جديد وآخر مستجدات فريق الرجاء العالمي، ولكن قبل ما تتفرج في هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد التعليق ولايك، وما تنساش أنك تدوز عندي الصفحات الرسمية الخاصة بالقناة على مواقع التواصل الاجتماعي بينهم فيسبوك وإنستغرام وحتى التيك توك. ونبداو أخوتي الرجويين أخواتي الرجويات الفيديو ديالنا على بركة الله. تتجه إدارة نادي الرجاء الرياضي العالمي لإقالة المدرب البوسيني روزيمير عقب خسارة الفريق أمام اتحاد طنجة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد برسم مؤجل الجولة الثانية من البطولة الاحترافية في القسم الأول إينوي. وحسب مصدر خاص فإن إدارة الفريق الأخضر شرعت في التفاوض مع مدربين أجانب بعضهم سبق لهم الاشتغال في البطولة الوطنية الاحترافية، وتلقى الفريق الأخضر هزيمتين أمام كل من 11 بركان واتحاد طنجة في أولى مبارياته بالبطولة الاحترافية في القسم الأول إينوي. ويشار إلى أن فريق الرجاء الرياضي العالمي كان قد تعاقد مع البوسيني روزيمير قبل بداية الموسم الكروي الحالي خلف النيل الألماني جوزيف زيمباور. وسقط أحمد كامارا من التشكيل الرسمي لمباراة فريق الرجاء الرياضي أمام اتحاد طنجة، وذلك لحساب مؤجل الجولة الثانية من البطولة الاحترافية. وحسب معلومات تحصلت على قناة نادي الجراد العالمي فإن كامارا كان أساسيا ضد اتحاد طنجة، لكن المكتب المديري للفريق الأخضر توصل بعرض رسمي من أجل انتداب اللاعب الغيني ما تسبب في تشتيت تركيزه وسقوطه من التشكيل الرسمي. هذا وأظهر كامارا عدم استعداده للعب في الشوط الأول قبل أن يدخل لخوض مجريات النصف الثاني من اللقاء حسب مصدر داشي. وواصل لاعبو فريق الرجاء الرياضي الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تدريبهم بأكاديمية النادي بعد رفض العصبة الاحترافية السماح لهم بالمشاركة في مباراة الأمس أمام اتحاد طنجة. وخذت العناصر التي لم ترافق الفريق إلى مدينة تطوان حصة تدريبية عشية اليوم الخميس بأكاديمية النادي للحفاظ على جاهزية قبل المشاركة في المباريات القادمة للنسور، ورفضت العصبة الاحترافية السماح بمشاركة جميع الوافدين الجدد في مباراة يوم الأمس أمام اتحاد طنجة بدعوى برمجة المقابلة المذكورة قبل رفع النادي الأخضر للمنع. وفي ختام هذا الفيديو هذا غنهضروا على أهم أحداث المقابلة، اتحاد طنجة 3 وفريق الرجاء الرياضي 1 بدون جمهور، علاش؟ الله أعلم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الأقمصة هي علاش؟ شكون مسؤول على هذه الألوان المغموقة والمتقاربة وبالتالي العمش الذي أصابنا به خلال متابعة المقابلة عبر التلفاز؟ سبق في تاريخ نادي الرجاء الرياضي ليس لدينا علم بأن فريق الرجاء الرياضي خلال مقابلته في البطولة الوطنية تلقى هدفين في 10 دقائق الأولى ثم هدفين آخرين خلال 45 دقيقة الأولى، لم يحتسب هدف واحد. غالبا كل من شغل التلفاز قبل نهاية الشوط الأول فاكتشف النتيجة أكيد لم يصدق غير بيناتنا، لا أظن أن اتحاد طنجة سوف يكرر هذا الإنجاز الخرافي. لاعبين ما لاعبينش منهم خفيفي كيخر الكرة وكيهدي أول هدف لاتحاد طنجة وهما يزعموا علينا، زنيتي كيعوم جات تاني، الثالث تضرب عليه من مكة، كنتسناو ردة الفعل والو بدون لغة خشب، هناك لاعبين انتهت صلاحيتهم، شكرا والله يسهل عليهم. غندوزو دابا المدرب، وهذا المدرب هذا ما على بالوش، قلنا شحال هذه أنه محدود تكتيكيا، ما زاد طين بلا، وهو أنه الرجاء خسر بثلاثة ما تحركش وما دار حتى شي حركة، زعما يتقلق وينوض يغوش على اللاعبين يحفزهم والو، مغيب بوزوق ماركا بقى 10 دقائق كنتسناوه ينوض يتحرك يحفز والو، لا يوجد مشترك في هذا الرقم الذي تطلبونه، يعني ما كاين حتى شي حاجة. مدرب فاشل دون مستوى ودون كرامة ودون ثقة ودون تقنية، البكاء مرمية خسارة، أشنو المعمول؟ شكون غادي يوبخ اللعابة وفي نفس الوقت يهز لهم المورال؟ لأنه في الأخير الحمد لله هذه غير ثاني مقابلة في البطولة الوطنية ومازال اللعب الوقت ضيق، لأنه بعد 3 أيام مقابلة أخرى أصعب مع فريق كيخرج أحسن ما عنده ضد فريق الرجاء الرياضي وخاسر في الملعب ديالو البارح. كنتمنوا التوفيق لفريق الرجاء العالمي، وكنتمنوا انهم يعثروا على مدرب بالمستوى ويكون المستوى ديالو عالي في اقرب وقت باش نشوفوا الرجاء اللي بغينا، بحكم ان هادشي اللي كنعيشوه وهادشي اللي شفناه في جوج مقابلات ديال البطوله ولا جوج مقابلات ديال العصبه فهادشي ما كيبشرش الخير. وخلاصه القول كاس ساتاي لبقينا غادي بالطريقه هذه ما غاديش نجيبوه وما غاديش نربحوه.
وهنا خوتي الرجوين خوتي الرجويات الفيديو ديالنا السالة، وإلا عجبك هذا الفيديو هذا ما تنساش أنك تشارك في القناة وتفعل زر الجرس وتخلي واحد تعليق ولايك، وما تنساش أنك تدوز عندنا الصفحات المواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالقناة فيسبوك انستغرام وتيك توك، هم غتلقاهم ثلاثة لتحت في الديسكريبشن. نشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد وآخر مستجدات فريق الرجاء العالمي. دمتم في رعاية الله وحفظه، ديما رجاء وتعيش الرجاء.